مساء الخير أعزائي التلاميذ، اليوم راح ناخذ الفصل السابع المغناطيس. شنو معناته المغناطيس؟ هو أداة مصنوعة من الحديد تجذب الأشياء المصنوعة من الحديد. لاحظ هنا هاي الأشياء المصنوعة من الحديد التي يجذبها المغناطيس. هاي المواد نسميها المواد المغناطيسية، هي المواد التي يجذبها المغناطيس مثل الحديد والفولاذ والأقفال، كذلك أدوات التصريح والمسامير والسكاكين، نسميها كلها مواد مغناطيسية. أما المواد الغير مغناطيسية، المواد التي لا يجذبها المغناطيس مثل البلاستيك والمطاط والخشب، يعني ما تنجذب للمغناطيس. نجي إلى أشكال المغناطيس. أشكال المغناطيس هي ساق مستقيم، حذوة الفرس، الأسطواني والحلقي. ساق مستقيم، حذوة الفرس، الأسطواني والحلقي، هذا هو حذوة الفرس. نجي إلى قوة المغناطيس. راح نلاحظ أنه المغناطيس قوته تكون عند الأقطاب. هنا ماكو مغناطيس، تتجمع المشابك، الورق هنا متجمعة عند الأقطاب وتنعدم في المنتصف، يعني بنص المغناطيس ماكو قوة جذب. نجي إلى قوة المغناطيس، مثل ما قلنا تتركز عند الأقطاب. هذا قطب شمالي وهذا قطب جنوبي. أرمز لحرف N بS، أحمر أزرق. هنا راح أشوف شنو معناته التجاذب. تجاذب هو اقتراب الأقطاب المختلفة، مثل هسه هنا اقترب منه القطب الشمالي من القطب الجنوبي، راح يصير تجاذب، صاروا أصدقاء. بينما التنافر هو ابتعاد الأقطاب المتشابهة، لين قربنا قطب شمالي بقطب شمالي تزاعلوا وابتعدوا واحد عن الثاني، صار تنافر. إذن التنافر ابتعاد الأقطاب المتشابهة، مثل ما نشوف هنا لين قربنا الأحمر بالأحمر تيصير تنافر. إذن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب. نجي هنا إلى البوصلة. شنو معناتها البوصلة؟ هي عبارة عن إبرة مغناطيسية داخل علبة نحاسية. إبرة مغناطيسية داخل علبة نحاسية لديها قطبان، أحدهما يشير إلى الشمال والآخر إلى الجنوب. راح نجي على استعمال أو استخدام البوصلة. أول شيء تحديد اتجاه قبلة الصلاة، ثاني شيء معرفة المواقع في البحار والمحيطات عند الإبحار، ثالث شيء تحديد الاتجاهات الأربعة هي شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب شرق غرب. هاي هنا وهنا استعملوا اللي في الوقت الحالي نستعمل منه البوصلة الإلكترونية. ليش؟ لأنها تكون أكثر دقة في التحديد، لأنها أكثر دقة في التحديد. راح نجي هنا نحل صفحة 151 في الكتاب. أول شيء راح نختار من هاي الكلمات. أولا يجذب فراغ الأشياء المصنوعة من الحديد. أولا أحط المغناطيس. ثانيا الأقطاب المختلفة في المغانط. شو يصير بالمختلفة؟ تتجاذب. قلنا المختلفة يصيرون أصدقاء. تتجمع مشابك الورق عنده القطبان المغناطيسيان. أحط هنا القطبان المغناطيسيان. رابعا الأقطاب المتشابهة في المغانط. قلنا المتشابهة شو يصير بيها؟ تتنافر.
الأخيرة أحط تنافر.